عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسوش نعمل لايك نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده في الاعلام التونسي احدى المحللين في الاعلام التونسي طلع وقال انه الدينار الجزائري سينافس الدولار واليورو، وان اقتصاد الجزائر هيصبح قوي جدا جدا جدا، وكل ده تمام وعال العال ومفيش فيه اي مشاكل، بل بالعكس دي حاجه كويسه واشاده كويسه جدا جدا للجزائر. وده طبعا اللي كان فيه توقعات ان اقتصاد الجزائر باذن الله هيصبح من اقوى اقتصاد في الدول العربيه. لكن المهم ان هو قال كلمه اتخذت عليه واغضبت بعض الجزائريين، وهي انه احنا عشان كده اتصالحنا مع الجزائر او فتحوا الحدود او الدنيا بقت كويسه او عايزين في مصالحه ما بينهم وبين الجزائر علشان خاطر مصلحه السلع و25% من الاستثمار الاجنبي، وتعد قوه مهمه لا يمكن تجاهلها في العالم. هذا امر معناها كويس، قطب اقتصادي جديد قاعد يكبر نهار بعد نهار. خذ المعلومه ذي، يتجاوز حجم اقتصاديات بريكس الناتج المحلي لدول المجموعه السبعه اللي نهار كل يتلموا اليابان وامريكا وجماعه. وكانت رئيسه المنتدى الدولي لدول مجموعه بريكس بورنيما اناند قالت انه مجموعه من الدول منها الجزائر ومنها مصر قد ينضم قريبا الى المجموعه، وان الانضمام سيجرى بسرعه. ويذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن خلال المنتدى الاخير لبريكس في بكين انه يجري العمل حاليا على شنو؟ على مساله انشاء عمله احتياطيه دوليه. هذه ذبح للدولار والاورو سكين حافي. على اساس سله من عمولات بلدان مجموعه بريكس، معناها تصور الدينار الجزائري باش يولي لك كما الدولار كما الدولار كما اللورو خوي هزينا معاك البريكس خوي خذ بيدي الى الجنه خذ بيدي الى الجنه خذ بيدي الى اي الدول اللي قاعده تخدم على روحها يعني العالم قاعدين يفرضوا خروج هذاك. علاش انا شو نقول؟ نقول راهي الجزائر تهمنا اكثر تو تهمنا اكثر، واكيد اذا مش نعملوا تضحيات معينه مش في مش في مش في اي مش هكاك مش بلاش مش بلاش مش بلاش. وبكده خبرنا يكون خلص ونشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى المزيد من التقدم والتألق إن شاء الله لدولة الجزائر وكل الدول العربية رب العالمين.